يقول هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 تنطبق في صلاة العيد والجمعة والميت والخسوف والاستسقاء؟ الظاهر والله أعلم أنها في الفريضة الصلوات الخمس، هذا اللي يظهر أنها في الصلوات الخمس، وأما النوافل فيه احتمال، لكن لا شك أن الصلوات الخمس لا شك أنها هي المعنية، وفيه احتمال أنه يعم الصلوات كلها، الله أعلم. نعم.